كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم مناح. اليوم يا جماعه رجعت لكم فيديو بجنن. طبعا مثل ما بتعرفوا قربنا على عيد الميلاد وبلشت هيك الاجواء وبلشت العالم تزين، فقررت اليوم انه نحن نركب شجره عيد الميلاد. هذا النهار هيك بيكون مميز وكتير حلو، وان شاء الله هيك كل ايامكم اعياد وفرح وسلام ومحبه. فاليوم بما انه قررنا نركب الشجره وهذا النهار رح يكون كتير مميز، فحابه يكون مميز اكثر لسه انه اعمل مفاجاه لماركو وكريستيانو. وعن جد هالمره انا كتير متحمسة لأنه المفاجأة هي رح يجوا لجين ولوسيان، وطبعا مشان هيك أنا هلأ هربت على الغرفة وعم بعمل مقدمة هون لحالي وهن برا. هلأ جهزت حالي ورح هلأ أطلع شوف شو عم يعملوا، وبعدين رح قلن أنه عملت لهم مفاجأة ورح روح جيب لهم هدية قبل ما نركب الشجرة. فأنا رح روح جيب لجين ولوسيان ونشوف ردة فعلهم وكيف رح يتفاجئوا، ورح يكون الفيديو هيك كله مفاجآت ورح يطلع كتير كتير حلو. عن جد أنا لهلأ كتير متحمسة، إن شاء الله أنتم كمان تحبوا الفيديو. وبس بدي اقولكم اذا كنتوا جداد على هاي القناه لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب. ما رح اطول عليكم لانه هن رح يوصلوا وانا لازم هلا اطلع، فيلا احضروا الفيديو للاخير وشوفوا شو رح يصير وخلونا نبلش الفيديو. هلو يا حلوين. هلو. مين بدأ يركب الشجرة اليوم؟ أنا. انتو اثنين؟ كنت تساعدوني؟ ايه طبعا ماركو وكريستيانو هلأ رجعوا من الكونغ فو وهلأ بدنا نركب الشجرة. أنا هلأ رايحة شوي شي 10 دقايق وراجعة، أوكي؟ بس كتير 10 دقايق كتير؟ لا مو كتير. بما أنه اليوم رح نركب الشجرة واليوم رح يكون كتير مميز، فحابة أنه يكون هيك مميز زيادة وروح جيب لكم هدية. بوسي 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 بوسي. يلا ما رح طول عليكم، باي باي. كتير حلو. اوكي شكرا. عفوا. باي. اهلا 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 اهلا. عادي عادي عادي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لك هاي. قولي انا قديش اشتقت لك اكثر. اول شيء جاهزة نفاجئ ماركو وكريستيانو؟ ايه. ايه؟ هن قاعدين وفاكرين راح اجيب لهم هدية بس ما عرفان انه الهدية هي انت. لوسيان صار بالسيارة، يلا خلينا نروح على البيت، اوكي؟ اوكي. وهلا صفينا السيارة وصرنا بالبناية، جاهزين؟ جاهزين. اطلع شوي شوي. وهلا نشوف ردة فعل ماركو. جاهزين؟ جاهزين. يلا يلا استنى امشي. قولوا لي حبيتوا المفاجأة؟ طبعا. قد ايه؟ كثير. بس أول شيء بدنا نعمل شغلة كثير مهمة. بدي عد لثلاثة والنط. اوكي. واحد اثنين ثلاثة. واو ما شاء حلوين. هلا صار فينا نبلش تركيب الشجرة، اوكي؟ ايه. هلا هي بلشنا هلا تركيب الشجرة. And a happy new year. Allah, Allah, Allah. Hello, my name is Jen. حفلت الشجرة كلها لجين. حالا. هاي لولو الحلوة عم تزين الشجرة. شو هالحلقات الحلوين الجنة؟ يا سلام. هاي مجهود. هلا. يعطيك العافية. شو مين أشطر حدا؟ أنا شايفة لجين لهلا. ماني شايفة حدا عم بيساعد أبدا. هلا بعد ما ركبنا الشجرة شو رح نعمل؟ بتشتي. بتشتي؟ هلا
بدنا نلف السيري على الشجرة تمام؟ نركب الأضوية. شوفوا ركبنا كل السيريات وهلا ضل آخر سيري. طبعا مجد هيك لحاله. على فكرة نسينا نقلكم إنه هي تالت سنة لإلنا على اليوتيوب، وتذكر مجد أول فيديو لإلنا على اليوتيوب كان كمان كان صح، كان تركيب الشجرة كمان كان من 3 سنين ونحن عم نركب الشجرة، كان أول فيديو لإلنا على اليوتيوب. فإن شاء الله هلا هذا الفيديو هيك لايكات ومشاهدات وكل شيء حلو. وينكم انتوا؟ وينكم عملتوا القطار وهربتوا؟ معقول يعني؟ معقول؟ ورجيني حلقاتك. شوفي حلوين؟ واو كثير حلوين. ميرسي. بدنا نرجع نعمل قطار ثاني، اوكي؟ مشان تضوي الشجرة. قربنا نخلص. مين بده يزين الشجرة استاذ مجد؟ أنا. ما دخلني. انتوا؟ اوكي تساعدوني، تمام؟ اتفقنا، اتفقنا كوكي؟ جاهزين زين الشجرة؟ ايه. وهي مجهود بعد ما خلص الشجرة قبل ما نورجيكم اياها، هلا عم يعمل الواجهة. رح نورجيهم اياها هلا ولا اخر شيء؟ لا اخر شيء. طيب يلا. وهيك يا جماعة خلص الفيديو لليوم. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم الفيديو وعجبتكم المفاجأة وعجبتكم الشجرة. اكتبونا كلكم بالكومنتات وإن شاء الله نشوفكم فيديوهات جديدة. يلا باي باي.